بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين. يوم جديد وفيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم واحد الكيش بالسبانخ والبورو. بقاو معنا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا 250 غرام ديال الطحين ولا ديال الفارينة، الطحين الأبيض. عندي واحد مع واحد الرشه ديال الملحه، عندي معلقه ديال السكر، عندي بيضه، عندي جوج معالق ديال الزيت، وعندي شويه ديال الماء بارد اللي غادي نجمع به العجينه، وعندي هنايا 100 غرام ديال الزبده اللي تكون بارده، وعندي واحد القبصه ديال الخميره ديال الحلوه. غادي ندير هذيك المعلقه ديال السميده، غادي ندير واحد الفريزه ديال الخميره، هي واحد شويه باش ما تيناش الخم لي بات، واحد شويه ديال الملحه نديرو هنايا، غادي نخدمو هاد الخليط هذا بصبعنا بحال هكا، يعني بحال لي نرملو هداك الطحين هداك. بعد ما رملنا هذاك الطحين ديالنا، شتو كي ولا، يعني ولات هذاك الفرينه كامله ملبسه بهذاك الزيت وهذيك الزبده. دابا غادي نضيفو البيضه وغادي نخلطو في حاله الا تجمعت لنا العجينه هي هذيك، ما تجمعتش غادي نزيدو لها واحد شويه ديال الماء، ماشي بزاف، وبلا ما نعجنو، يعني كنبقاو هي بحال اللي كنجمعو العجينه بلا ما ندلكوها. هنايا العجينه ديالنا بعد ما ارتاحت درناها في الثلاجه واحد نص ساعه هكاك. دابا غادي ندوزو نسرحوها باش نوضعوها في المول اللي غادي يطيب فيه، كنوضعوها بين في واحد البلاستيكه وكنسرحوها مزيان. كنوضعوها بين جوج بلاستيكات باش كتساعدنا على باش ما تبقاش تلصقنا وما نستعملوش واحد الكميه ديال الطحين. بعد ما نسرحوها كناخذوا العبار ديال المول اللي غادي نوضعوه فيه، بالنسبه لهاد العجين اللي عندنا هنا، يعني واخا كتقطع لنا، يعني كناخذ هذوك القطع اللي شايطه واللي نبدلو بها الفراغات اللي عندنا في الوسط، ونقدوها مزيان من الوسط ومع الجناب، وكنحيدو هذوك الاطراف اللي زايده. إذن كتلاحظوا أننا قدينا العجينة كاملة وحيدنا هذوك الأطراف اللي زايدة، ورقعنا كما كنقولوا حنا، رقعنا بهم دوك الفراغات اللي عندنا صافي. وغادي ندوزو دابا باش نقطعوا الخضرة ديالنا. بالنسبة للخضرة اللي غادي نستعمل أنا، غادي ناخد الشامبينيو والبورو وليزيبينار أو السبانيخ. كناخد البورو كناخد عفوا الشامبينيو كنقطعوها كشرائح، يعني ما خديتش واحد الكميه كبيره، هي واحد ثلاثه ديال الحبات ولا اربعه على حسب المستطاع. وكنقطعوا البرو حتى هو،
كناخذ واحد المقله حتى تسخن مزيان، ندير فيها طريف ديال الزبده، واحد جوج معالق ديال الزيت، وكنشحروا فيها داك البورو اللي قطعناه، نخليوه حتى يتشحر مزيان مع التحراك. نخليوه حتى يطيح شويه، من بعد عاد غادي نزيدو له الشامبينيون مقطع حتى هو. هاد الوصفه كتجي زوينه وكياكلوها الدراري بما ان فيها الخضره. دابا غادي نضيف الشامبينيون، نخليه حتى هو يتشحر مع البوزو. من هذا الوقت ديال الشامبينيون نستغلوا هاد الفرصه هذه، واخا هو شويه غالي في الثمن. غادي نضيف شويه ديال الثومه، واحد جوج دريسات ديال الثومه، نشحرهم حتى هما، ثم غادي نزيد الاوراق ديال لي سيبينا، نخليهم حتى يطيحوا، بالاحسن نغطيوهم. كيطيحو شويه كنضيفو شويه ديال الملحه، مكتروش. شويه ديال البزار، صافي. نخليو الخضره ديالنا حتى طيح مزيان، وهي غادي تكون واجده ان شاء الله. بالنسبه للعجينه بعد ما غادي سرحناها وخليناها ارتاحت شويه، كناخذوا واحد الصفار ديال البيضه، وكناخذوا واحد المشويه، واحد المعلقه ديال لا كريم فريش، وكنضربوها مزيان، وكندهنوا بها هذيك العجينه ديالنا. يعني هذه الطريقه هذه كنديروها بحال العازل بين العجينه والحشوه اللي غادي نديروها، باش ما تجيناش العجينه معجنه من التحت كي نضيفوا لها الحشوه. صافي غادي ندخلوها دابا ترتاح بلا ما بردت لنا شويه الخضره اللي شحرنا. غادي ندوزو دابا نوجدو لاباراي اللي غادي نديرو بها لا كريمه ولا كيما بغيتو تسميوها. غادي ناخذ جوج ديال البيضات، وغادي نضيفو عليها لا كريم الكريمه ديالنا، يعني العلبه فيها 200 مليلتر. نديرو شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، واحد المعلقه ديال الطحين الابيض، وغادي نخلطو هاد المقادير كامله مزيان، وكنزيدو واحد القبصه صغيره ديال الخميره الحمراء، الخماره الحمراء ديال الحلويات، وكنخلطو هذا الخليط مزيان حتى تندمج لنا المقادير كامله. ثم نضيفو شويه ديال الفرماج الموتزاريلا ولا الفرماج الحمر اللي كان عندكم موجود ولا متوفر، والكميه كتبقى على حسب الرغبه. كنخلطوها مزيان ونخليوها على جنب، ثم كناخذوا العجينه ديالنا، غادي نخوي فوقها الخضر ديالنا بعد ما بردت، نقدوها مزيان على العجينه، يعني باش تجي واحد المستوى واحد.
ثم كنوزعو هذيك الكريمه اللي كنا وجدنا ولا هذيك لاباراي، غادي نخويوها كامل على الوجه ديال الكيش ديالنا، نوزعوه بالتساوي. صافي غادي ندخلوه الفران حتى يتحمر لنا، وكنلقاو هذيك طابت يعني نشفت ما تبقاش جاريه. صافي وها هو الكيش ديالنا. هذه هي الوصفه ديال اليوم، الكيش بالخضار. نتمنى انه يعجبكم، وما تنسوناش بواحد جيم وبارتاج وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. الى اللقاء.